اخلص الجوينت دي اخش الجوينت اللي بعدها، يعني ما تعملش هنا واحد وتقول رايح هنا اعمل خمسه او رايح هنا اعمل اثنين. انا مسكت الجوينت دي على طول النورمال بتاعها واحد، الشيب بتاعها اثنين، المومنت بتاعها ثلاثه. الجوينت الثانيه اربعه خمسه سته، ده الترتيب بتاعنا ماشي كده. بس انا ينفع اقطع في البيت اللي على الشمال لو جبنا ثلاثه تقطع هنا؟ اه عادي مش مشكله، بس ده مش هتقطع فيه. ليه؟ لانك انت لو قطعت ده كده كل الحته اللي هي فري تكون واحده، لازم تخلي فيها واحده ماسكه الاستراكشر نفسه. تمام؟ انا كده فكيت دي، فاللوب اتفك، اللوب دي اتفكت، اللوب دي اتفك. تيجي تفك دي خلاص الحته دي بقت فري. طيب كده ما تبقاش ستيبل، تبقى ان ستيبل، الجزء ده يبقى ان ستيبل. فلازم على الاقل جزء واحد يبقى ماسك الاستراكشر. انا يعني انا عندي منشأ زي ده، ايده ده طرف تاني انا هقطع فيه في الحته دي. هل الحته دي كده ستيبل؟ لا، ده دي طايره في الهواء، لا فيها لا سبورت هنا ولا سبورت هنا. لازم يبقى في الحد الادنى من السبورتات اللي تخلي المنشأ ده ستيبل. بس الحته اللي طالعه من الرولر اللي انا قطعت فيها اللي هي الثلاثه اللي دي دي ما بتلفش ليه؟ لانها ممسوكه دي. زي دي، دي ما بتلفش ليه؟ عشان ممسوكه ده. طالما في ريجيد كونكشن ما بينهم كده يبقى دي خلاص على طول كانك عامل طلع كانتليفر. يعني دلوقتي لو عامل كاميرا كده سيمبل وطالع منها دي ما تلفش ليه؟ عشان ممسوكه بالممبر اللي جنبيها دي. بس يا باشمهندس دي مكسوره، ما هو الكسره دي فريمنج اكشن انت مظبطها ان دي مع بعض في حته واحده. الثلاثه ناقص الار في كام بقى؟ باربعه. اجمع عليها الار اس؟ فاجئ انا لو جيت حسبتها 3 في 6 ب 18 21 ناقص 4 17. تعالى كده نرسم المسألة دي تاني بقى. عايز احدد الديجريز اوف فريدم اللي هم ال 17 دول، نقدر نحددهم مع بعض؟ اول حاجه هنا في ديجريز اوف فريدم. بس الرسمه او القلم عشان مش شايف خالص. القلم بس مش شايف. الاحمر؟ لا الرسمه، الرسمه اللي هنا. سامع تاني؟ اه معلش. تعالى كده نحدد الديجريز اوف فريدم. عندي الديجريز اوف فريدم بتاعتي هنا ما فيش. طب هنا في واحده كده، ادي واحد اثنين ثلاثه، في حاجه كمان؟ اه اربعه كده اللي هو الممبر الثاني اللي ماسك معايا، ملوش دعوه بالدوران بتاع الاثنين دول. طيب انا كده خلصت من دي، تعالى دي عندي بعد كده خمسه سته. بص بقى هنا في سبعه، هنا في ثمانيه، الاثنين ما لهمش دعوه بالدوران طبعا. بس يا باشمهندس ده فيه روتيشنال سبرينج، بس برضه ما عملش ليميتنج للدوران بتاعهم، يعني ما خلاش هما الاثنين حاجه واحده. ده برضه لسه ستيل حر وده ستيل حر. فرق الثيتا اللي ما بينهم اللي بيشيلها الروتيشنال سبرينج ده. بعد كده عندي هنا 8، عندي 9، 10، 11، وفي 12 كده. صح ولا ايه؟ بعد كده عندك هنا في، مش قلت ان هنا في جوين؟ يبقى عندك 13 14 15. كده انا خلصت 15 من ال 17، فاضل اثنين. فين الاثنين دول؟ عند اللولر هنا انا عندي واحد كده، وعندي في الروتيشن اللي موجوده هنا، لازم انا عندي هنا 16 وهنا 17. كده اخد الفول مارك في المساله. ليه؟ لان انا كتبت له الاي اس، كتبت له الاي كي، رسمت رسمه ثانيه حطيت عليها الريدندنس، رسمت رسمه ثالثه حطيت عليها الديجريز اوف فريدم. تمام كده؟ فين الفيكسد دي؟ دي صح؟ ده انا لو جيت حطيت اي حبل على الفريم مثلا فريم بالمنظر ده وجيت زقيته كده، النقطة دي ايه اللي هيحصل لها؟ مش هتتحرك مثلا كده او ده هيقوم عامل كده صح؟ فبالتالي النقطة دي ايه اللي حصل لها؟ اتحركت اكس ونزلت واي ولفت كمان. تمام؟ فبالتالي ده نتيجة لأي احمال. طب النقطة دي هل ممكن يحصل لها زي اللي حصل
النقطه دي ثابته ما لهاش اي درجات حريه مهما حطيتي من احمال عمرها ما تتحرك. ليه؟ لان انا قايل ان هي ممنوعه من الاكس ومن الواي ومن اي حاجه، لكن دي مش ممنوعه. تمام؟ فبالتالي انا بتخيل لما يجي عليها اي نوع من الاحمال ايه درجات الحريه اللي مسموح ليها اللي هم دول بقى. افرض انا جاي حاطط لود هنا ولود هنا كده، ده هيلف الدوران غير ده، فانا بقول ايه هي درجات الحريه المحتمله في المنشا ده لو جه عليه اي احمال. يعني اذا لما باجي اعمل موديل لحاجه زي دي على السال مثلا او على اي برنامج، على طول بينافيجيت درجات الحريه كلها. يقوم يعمل ايه؟ يقوم يمسك كل ميمبر من دول يديله 12 ديجري اوف فريدم. ليه 12؟ لان هو بيشتغل بال 3 دي. ده ليه 3 ترانسليشن و3 روتيشن، وده 3 ترانسليشن و3 روتيشن. اول ما اجي اقول له ان الحته دي انجن، على طول بيمنع ايه؟ بيمنع 3 ترانسليشن اللي هنا. كده حصل ريدكشن للديجريز اوف فريدم اللي في الميمبر ده من 12 بقى كام؟ بقى 9. مسك في ممبر تاني حصل كوندنسيشن للديجريز اوف فريدم. يعني ايه كوندنسيشن؟ اختزال. بقى النقطتين دول، النقطه اللي على الممبر ده مرتبطه بالنقطه اللي على الممبر ده. ازاي؟ يعني هنا بدل ما ده كان 12 ليه 6 هنا وهنا 6، وده كان 12 ليه 6 هنا وليه 6 هنا، السته دول اختزلوا في كام؟ 6 واحده. فبالتالي البرنامج يقعد يدور بقى ينافيجيت في كل الممبرز اللي انا عاملها عشان يعرف ايه الديجريز اوف فريدم المتاحه اللي على اساسها هيعمل الكوندنسيشن. تمام؟ فهي دي كبدايه اللي هي الكمبيوتر اناليسيس. تمام؟ اللي هو ازاي تعرف الديجريز اوف فريدم بتاعت الاستراكشر بتاعتك. طيب في اي مشكله في المساله دي؟ طيب تعالى كده نشوف مساله جريد. يعني اذا ايه؟ اذا هنا مفيش درجه حريه. يعني سوري كده يعني دول مش هم. يعني شوف انا هنا عملت ايه؟ قلت دي هي اكس وواي وثلاثه مربوطين ببعض. لكن انت لو قلت ان هنا مفيش نقطه يبقى اذا انت مالكش دعوه هنا، يعني ده ممبر بقى وده ممبر. مالكش دعوه بالنقطه دي ما تحطش عليها اي حاجه. طيب تعالى كده نتعامل مع جريد. لو انا عندي جريد كده عايز الناس كده تصحصح. سكشنز بنش نمبرز 1 2 3 4 يعني كل واحد كاتب اسمه عشان اعرف اقصدهم بس يبقى الموضوع سهل. طبعا كل سكشن بس انا هنا بدي سكشن 4 بس. هو لو حد بيحضر من بره تمام خلاص. لو طلع ورقه كده او انت في ظهر الورقه البنش نمبرز بتاعه. طيب عدد الممبرز هنا 1 2 3 4 عدد الرياكشنز كام؟ بص بقى هاجي كده اكتب لك اسيوم سفيريكال انجن. اول ما اقول لك الكلمه دي يبقى على طول ده ايه؟ عنده كام رياكشن؟ واحد. طب والانترميديت انجن دي برضه بتبقى سفيريكال اللي هو الارتكاز بتاع الجريد ده على الجريد ده. تمام؟ طب يا باشمهندس هي دي لو سفيريكال او سلندريكال هتفرق؟ اه. يعني لما اجي اقول لك ان دي ارتكازها على دي كده سلندريكال معناها ايه؟ معناها ان هي بتعمل يعني دوت بيرد عليها ايه؟ يعني ايه رد الفعل؟ لو انت فصلت دول يظهر كام قوة؟ لو دي سلندريكال يظهر قوتين صح؟ يعني او في كام درجة حرية؟ واحدة اللي هو المومنت ده. طب لو قلت سفيريكال درجتين حريه اللي هو ايه؟ ان هي تلف كده تلف كده. او في كام رد فعل؟
فيرتيكال اللي هو ده. يعني انا لو جيت فصلت الاثنين دول عن بعض وانا بقول لك ان دي سفيريكال هي هنا، لو فصلت الاثنين عن بعض يظهر رد فعل عامل ازاي؟ الوزن ده. طب افرض هي كانت سلندريكال هيظهر كام رد فعل؟ لو هي سلندريكال لو ده حصل عليه مومنت كده دي مالهاش دعوه، كان المومنت هنا بزيرو. لكن لو حصل تورشن كده وانت حاطط هنا سلندر هتلاقي السلندر ده بيعمل ايه؟ بيلف وبياخد الممبر الثاني معاه، يعني هنلف مع بعض يا ما نلفش. تمام؟ لكن لو سلندريكال ده بيلف ومالوش دعوه بده. تمام؟ بس انا طالما قلت هنا سلندريكال هيج يعني اذا في رد فعل واحد اللي هو دوت. طيب اول حاجه تعالى نعد الممبرز، قلنا اربعه. بعد كده تعالى نعد الجويتس، واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه. الرياكشنز كان بقى 3 و3 و1 7، وبعدين انا عندي الحس بكام بقى؟ 2 ولا 1؟ ليه 2؟ مع ان دي كونكشن واحد. بس الفريكال هينج دي عملت ريليز ل 2 مومنت، يعني اقدر اقول سمشن المومنت هنا بزيرو وسمشن التورشن بزيرو. المومنت والتورشن الاثنين بزيرو، يعني اذا هنا الحس بتاعتي ب 2. طب يا باشمهندس ده ازاي؟ ثيوريتيكالي ان انا بقول ان الممبر ده محطوط كده مسموح له لو جه لف هنا مش هيمنع اي تورشن، فاذا التورشن هنا بكام؟ بزيرو. ولو جه حصل عليه مومنت ده برضه مش هيمنع اي مومنت، مش عامل فيكسيشن، فالمومنت بكام؟ بزيرو. فعمل البروفايلنج الاثنين كونديشنال ايكويشن فحطيت اثنين ومفيش اي روتيشنال سبرينجز. فانا لما اجي كده اقول القانون بتاع الاي اس بيساوي 3 في عدد الممبرز زائد الرياكشن زائد ار اس ناقص 3 في عدد الجوينت زائد اس 3 في 4 زائد 7 ناقص 3 في 5 زائد 2. لو انا جيت حسبتهم كده عندي 12 زائد 7 19 ناقص 17 2. حد يقدر يقول لي الاثنين ريدندنت دول فين؟ في مكان الاثنين ريدندنت دول فين؟ وهل هما انترنال ولا اكسترنال؟ اول حاجه الانترنال انك تفصل ده. ليه؟ انا لو فصلت ده بس ده انترنال لوحده، ولو انا فصلت دوت هلاقي فيه ريدندنت واحد زياده. فبالتالي انا اقدر اعمل ايه؟ افصل كده فاول اف هتظهر لي هي اف 1 اللي موجوده هنا. اول واحد اللي موجود هنا ده اول ريدندنت. وبعد كده ده فيه كام انون؟ واحد بس، لان بس الفرق كان دايما رد فعل فيرتيكال بس. فاذا هم دول الاثنين اللي ضمن الدكتور اللي هو ايه؟ اول حاجه الواحد الانترنال اللي هو موجود هنا ده افصل الاثنين عن بعض يظهر لي مين؟ يظهر لي اف 1. بعد كده بقى عندي ده ديترنال بس لسه ده انديترنال، لازم اشيل دوت فيظهر لي ان ده يبقى فيه ايه؟ اف 2. هم دول الاثنين اللي ضمن اللي موجودين عندي. طيب تعالى كده نجي للاي كي. حد بس عنده مشكله في الاي اس؟ اشرحها تاني، مش هي مشكله. قلت المره اللي فاتت ان انا عندي السبورت السيكتريكال سيكتريكال سوري يبقى حاجه تمام زي القلم ده كده وطرح حط عليه دي كده. فلو جبت انا كده المومنت هنا بزيرو لان انت باسم المفروض تدور عليه. طيب انا لو دوت جاي بعصره لازم تخلع السبورت ده من الارض عشان يتكسر، في الاخر هو منع الايه؟ منع التورشن. ده اللي هو السفريه. يبقى مجموع ردود الافعال اللي عنده بيمنع الاف زد وبيمنع التورشن العصر لكن بيسمح بالايه؟ بالمومنت. طب اللي هو بقى الكوره بقى. الكوره ان انت لو عندك كوره كده وبتدوس عليها تمنع اف زد صح؟ اف زد اللي هي لكن انت لو جيت لفيت الكوره كده هتلف معاك، لفيتها كده هتلف معاك، يبقى اذا ما بتمنعش اي مومنت. لا المومنت اللي كده ولا المومنت اللي كده. يعني لو انا جاي حاطط ده على كوره وجيت لفيت ده كده هتلاقي الكوره ايه؟ بتلف معاك كده. لفيتها كده هتلاقي الكوره ايه؟ بتلف معاك كده، جايزه هي ما بتمنعش اي مومنت لكن في رد فعل قفز بس هو دلوقتي لو قمنا نضيع وقت. حد عنده اي مشكله في المساله دي تاني في الاي اس؟ سبع تاني. تمام؟ هو كل اللي انا قلته ان ده سفريكال، فطالما هو سفريكال يبقى عنده اردون واحد، يعني هو عامل رد فعل اف زد بس.
لكن لو ده كان سلندريكال، طب تعالى كده بتعامل معاه انها سلندريكال، كان ايه اللي هيحصل؟ كان هيبقى فيه اف 1 وايه كمان؟ وبرده اللي هو لا مش مومنت بقى توشن اللي هو مومنت على ده. ده كان هيبقى اف 2 وهنا ده برده كان هيبقى اف 2 كده. ده لو كان سلندر كده بقى في 2 رد فعل. تمام؟ بس هو عشان سلندريكال فاف 2 دي مش موجوده. طب لو سلندر في الحاله دي اس هتبقى بكام؟ ايه؟ لو كان سلندر. لو كان سلندر كان اس هتبقى بواحد. بواحد. تمام؟ ولما اس هنا هتبقى بواحد هتلاقي الرقم دوت بقى 18. تمام. فبقى عندك ثانيه اس دي هتبقى بواحد، لا كان ده هيبقى 16. 16 يبقى في 3. 16 مع 16 3. لو ما كانش. 2 هنا وواحد هنا. وكان ممكن اشيل الانجكس دي واخليها رولر والبص. هو اللي البص اللي عندي. اه اصل انا ما عندناش رولر. الأنظمة دي ما عندناش حاجة اسمها رولر، عندنا سفريكال سلندريكال و فيكس، مفيش رولر خالص، لأن مفيش أي قوة إكس. أصل ده هنا أنت بتتعامل كأنها فريم، لا ما عندناش فريم، يعني الجريدز انسى موضوع الرولر، مفيش حاجة اسمها هنا. السفريكال بتديني رياكشن، السفريكال بتديني رياكشن، السفريكال بتديني رياكشن، السفريكال بدل فيكس هيبقى كده عندي فين بوست اللي أنا شفته. أه المكان ده مش مستحيل. لو أنت حطيت هنا دلوقتي تعالى نجيب الاي كي بتاعت الشكل ده. اي كي هتساوي كام بقى؟ اي كي عباره عن 3 في عدد الجوينتس زائد ثلاثة في عدد الجوينت زائد الساق ناقص الرياكشن. طب عندي كام جوينت هنا؟ 3 في 5، عندي الاس ب 2، عندي الرياكشنز ب 7، فبالتالي عندي 3 في 5 ب 15 يكون 17، يبقى عندي 10. تعالى كده نشوف ايه هم ال 10 الديجري اوف فريدم اللي عندي. تعالى كده نبدا يعني ده كام الديجري اوف فريدم؟ التلاتة اللي هما بص بقى، أول واحدة اللي هي حرية الدوران دي، تاني واحدة حرية الدوران دي، تالت واحدة اللي هي اف زد اللي فوق، يعني إذا ده لو جه عليه أي لود اف زد دي تقدر تنزل وتطلع زي ما أنت عايز. الممبر ده يقدر يلف كده ويلف كده، الجوين دي عندها ثلاث درجات حرية دول. طب ده عنده كام درجة حرية؟ اتنين اللي هما أول حاجة ما عندوش اف زد صح؟ لكن طالما قلنا سلندريكا عنده دي سفيريكال، وعنده دي سفيريكال، فهو سامح بالاثنين ايه؟ بالاثنين مومنت، يعني هو عنده التورشن بزيرو والمومنت بزيرو، لكن عنده اف زد، كده انا جبت 5 فاضل 5. تعالى نشوف ايه هم. اول حاجه تعالى نمسك الممبر ده، الممبر دوت يقدر يلف كده زي ما هو عايز، صح؟ لانه سفيريكال، وكمان يقدر يحصل عليه مومنت زي ما هو عايز، ويطلع زي ما هو عايز. تمام؟ دول اول ثلاثه. تعالى نشوف بقى الاثنين اللي باقيين. الممبر دوت فيه تورشن غير اللي في الممبر ده، وفيه مومنت غير اللي في الممبر ده. يعني ايه؟ يعني انا عندي الاثنين ممبرز كده فوق بعض. اهو. بقول لك دوت يقدر يلف كده زي ما هو عايز، وده يقدر يلف كده زي ما هو عايز، يعني ده ليه دوران كده وده ليه دوران تاني. ده يقدر يتعصر كده وده يقدر يتعصر كده، الاثنين ما لهمش علاقه ببعض. يعني انت هنا عندك درجتين حريه دوران، وهنا عندك درجتين حريه ايه؟ دوران، فبالتالي اهم واهم. طب وسد؟ السد مرتبطين ببعض، يا يعني نطلع مع بعض يا يعني ننزل مع بعض. ليه؟ لان انا عندي هنا ايه؟ عندي ناس الفريكه هنا فعامل سبورتنج عليها، يا يعني اما نطلع يا اما ننزل، لكن كدوران انا اقدر الف وما اعملش اي حاجه هنا. طب افرض ده كان سلندريكال؟ لو ده كان حصل عليه تورشن ده كان لازم ايه؟ كان لازم يلف معايا، فكانت درجة الحرية اللي موجودة هنا كانت هترتبط بدي، ودول كانوا بدل ما يبقوا 5 يبقوا كام؟ يبقوا 4. تمام، بس هو انا دلوقتي لو بقول لك دوت سلندريكال، يعني دوت عامل سبورتنج على دوت سلندريكال اكشن. لا 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 سلندريكال دايما انا لو عندي حاجة كده أكيد مش كده؟ مش البخل؟ لا لا لا، هي دايما بتبقى. طيب، يا
يبقى اذا هي دي بتجريزو في لاب. وبعد كده ابتدي ارقمها. بص ده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 هي دي بتجريزو في لاب. فبتدي له الاي اس عليها ضرب القانون بتاعها وحساباتها. لو انت جيت كتبت الاي اس وحطيت النمبر على طول تاخد نص الدرجه. تمام. لو النمبر غلط على طول تاخد الدرجه مش كامله. لكن كاتب القانون وكاتب الرقم في الاخر تاخد الدرجه كامله. وضحت الكلام دوت على الشكل ده بالصوره دي تاخد الدرجه بتاعتك كامله. عملت جبت الاي كي وكتبت القانون بتاعها وحسبتها ورسمتها تاخد الدرجه بتاعتك كامله. لو كانت سلندريكا الثاني سلندريكا. 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 لو انت كويس ومعاك المعلومات اللي احنا شفناها ممكن اقول لك البرنسبلز بتاعته بسرعه. بس مش عايزين اسئله كتيره عشان انا بفكرك. بس مطلوب مني ان انا اشرح لك المبادئ بتاعته من الاول. انا هفكرك بس الدنيا كانت ماشيه ازاي. هو كان قانون واحد كنت بتتعامل معاه اللي هو كان دلتا 1 او زائد اف 1 دلتا 1 1 بيساوي دلتا. ده القانون بتاع الكونسيستنت انفورميشن. لو عايز تعرف هو مين ترجع الحاجات بتاعت سنه ثانيه ملاهي. كان موضوع بسيط يعني. كان بيقول لك مثلا ده لو عندي كاميرا كده دي ديترمنت ولا ايه ديترمنت؟ ديترمنت. طب دي انا حطيت رولر كده بقى ايه ديترمنت؟ وقال لك عليها اي لودز مثلا شويه لودز ومثلا في هنا مومنت. قال لك لو احنا جينا شلنا كل الحاجات اللي موجوده تحت وبقت كده رولر ده كده بقى ايه؟ ديترمنت. وحطيت الكريش ده اللودز بتاعتي اللي هي دي. تمام. ده المين سيستم اللي هو لازم يبقى ستيبل وديترمين. هيحصل عليه ديفورميشن كده. تمام. المين سيستم بتاعك هل دي ديفورميشن حقيقيه؟ اكيد لا طبعا. اكيد هتمنع ايه؟ هتمنع الكلام ده. قال لك هنيجي كل ريدندنت او كل قوه زايده عن حد المنشا انت شلتها حط مكانها 1 طن. وهنعرف ليه الواحد طن ده. واحد انا شلت هنا المفروض في رياكشن وليكن اف 1 وفي هنا رياكشن اف 2 وفي هنا رياكشن اف 3 انت ما تعرفوش كل دي رياكشنات انا ما اعرفهاش. قال لك اف 1 دي هنحط مكانها 1 طن ونحل السيستم ده مثلا هيطلع لك ديفورميشن بالشكل ده. هتعمل اف 2 كده تحط مكانها 1 طن هيطلع لك مثلا ديفورميشن بالشكل ده.
اف 3 هتحط مكانها 1 طن هيطلع لك مثلا ديفورميشن بالشكل ده تمام. المفروض ان انا لو جيت جمعت الديفورميشن نتيجه للاوريجينال لود زائد دي زائد دي زائد دي يديني كام؟ او يديني الدلتا اللي موجوده هنا كان في المكان فيه رولر كان فيه سبرينج يبقى ايه؟ كان يديني دلتا. فقال لك تعالى نعمل شويه مسميات كده عشان نعرف نتعامل مع المساله. يعني قال لك انا هسمي كل ديسبليسمنت موجوده تحت السبورت بتسم دي نتيجه للاوريجينال لود هنسميها او 1 نتيجه للاوريجينال لود عند النقطه رقم 1. بعد كده دي دلتا او 2 دلتا او 3 نتيجه للاوريجينال لود عند النقطه رقم 1 النقطه رقم 2 النقطه رقم 3. هنا دي هنسميها دلتا 1 1 يعني الديفورميشن عند النقطه 1 نتيجه ل 1 طن عند النقطه رقم 1. بعد كده هنا عندك الديفورميشن عند النقطة رقم كام؟ رقم واحد رقم اثنين نتيجة للود رقم واحد. وبعد كده هنا عندك الديفورميشن عند النقطة رقم ثلاثة نتيجة للود رقم واحد. هنا عند النقطة رقم واحد نتيجة للود اثنين. هنا اثنين اثنين عند النقطة رقم اثنين نتيجة للود عند اثنين وهكذا. دلتا و 2 1 دي دلتا 3 دلتا 2 3 دلتا 3 3 دي مسميات تسميها اي اسم يعجبك. المفروض لو انا جيت جمعت الثلاثه دول مع ده يديني كام؟ يديني زيرو لان هنا اصلا مفيش ايه؟ مفيش ديفورميشن صح؟ هو الموضوع كله سوبر بوزيشن. بس خلي بالك انت كده جبت الرياكشن الديفورميشن النتيجه لكام؟ نتيجه لواحد طن. الحقيقيه المفروض نتيجه لايه؟ نتيجه لالف طن 10 20. طب لو انا جبت الديفورميشن بتاعت 1 طن وطلعت 2 مللي يبقى الاف الحقيقيه تديني كام؟ اف في 2 يعني لو طلعت 10 يبقى 10 في 2 بكام؟ 20 مللي وهكذا. فقال لك بقى القانون بتاعك الكبير هيبقى عباره ان دلتا 1 اون لو جمعتها مع اف 1 مضروبه في دلتا 1 1 اللي هي دي زائد اف 2 مضروبه في كام بقى؟ في دلتا 1 2 زائد اف 3 مضروبه في دلتا 1 3. المفروض كل الكلام ده ان جنرال بيساوي دلتا. هنا في الكيس بتاعتنا دلتا دي بتساوي كام؟ زيرو. هو ده القانون العام وهكذا بقى لكله. يعني عندك دلتا بقى 2 0 زائد اف 1. خلي بالك الديفورميشن دي حاصله نتيجه لمين؟ لاف 1. فيبقى اف 1 مضروبه في دلتا 2 1 زائد اف 2 مضروبه في كام؟ في دلتا 2 2 زائد اللي هو بقى الديفورميشن دي حاصله نتيجه لمين؟ لاف 3 يبقى زائد اف 3 مضروبه في دلتا 2 3. كل الكلام ده بيساوي زيرو وهكذا. دلتا 3 0 زائد اف 1 دلتا 3 1 اف 2 دلتا 3 2 زائد اف 3 دلتا 3 3. واحل بقى المحدده دي كلها عشان اجيب مين؟ كده انت عندك ثلاث معدات في كام مجهول؟ ثلاث مجاهيل اللي هم اف 1 واف 2 واف 3. اعمل بقى الفورس فيكتور بتاعي تبقى عباره عندك ده فيكتور دلتا 1 0 دلتا 2 0 دلتا 3 0 زائد الميتريكس بتاعت الدلتات. ايه الميتريكس بتاعت الدلتات؟ اللي هديها اول صف دلتا 1 1 دلتا 1 2 دلتا 1 3 ثاني صف دلتا وهكذا مضروبه في الفيكتور بتاع الفورسز اف 1 اف 2 اف 3. كل الكلام ده بيساوي كام؟ سكوار. ادخلها على الاله واطلع اف 1 واف 2 واف 3. ده الكونسيبت بتاع الكونسيستنت انفورميشن ان جنرال. بس كل مشكلتك هو ان انا ازاي اجيب الدلتات دي؟ انت طبعا خدت سنه ثانيه مدني الدلتا بتساوي ايه؟ المفروض ان هو تكامل طويل عريض صح؟ يعني لو انا عايز اجيب الدلتا دي هي محسوبه على فكره في الانرجي ان احنا سوينا الاكسترنال وور في الانترنال وور. فاكرين الكلام ده ولا ايه؟ تمام. بس انتوا راجعوا هتلاقي الموضوع بسيط جدا. يعني انا ممكن نسمبليفاي الكلام ده. يعني لو انا عندي ايليمنت كده عندي الممبر ده ممبر خدت منه حته صغيره تمام؟ الحته الصغيره دي جيت قمت رحت شديتها بقوه هنا. ركز في الكلام ده كويس بقى عشان ايه ما يروحش غلط. جيت شديتها بقوه هنا الحته دي هتستطيل دلتا. يعني الحته اللي انت خدتها دي ايه من الكاميرا دي هتستطيل دي دلتا مثلا تمام؟ انا خدت حته صغيره كده من الكاميرا وعرضتها لنورمال فورس
تمام؟ لما تشدد كده تستطال الدي دبل. طيب اول حاجه الانفعال بيساوي ايه؟ لو انا عايز اجيب الانفعال على الانفينيتيزمال ديستانس الاستطاله اللي هي استطالتها على الطول بتاعها. طب الانفعال عموما بيساوي ايه؟ الاستريس على اليونجز مودرس. طب ما هو الاستريس عباره عن ايه؟ النورمال اللي انت اثرت بيه على المساحه اللي انت اثرت عليها. يعني اذا اقدر اقول ان الدي دلتا ديت عباره عن ال على الاي في الاي مضروبه في الدي ال لما عندي الدي ال في الناحيه دي، تمام؟ دي اللي هي الدي دلتا. تعالى نجيب الشغل بقى، الشغل اللي بذلته النورمال فورس ده. بس خلي بالك انا واخد حته صغيره، فاذا هي حته صغيره من الشغل بقى بتساوي ايه؟ بتساوي نص القوه في الازاحه اللي اتقطعت. تمام؟ نص القوه في الازاحه اللي انا قطعتها. طب الازاحه اللي انا قطعتها مش جبت لها قانون فوق؟ القانون ده عباره عن ايه؟ نص ان بعد كده هتلاقي هنا ان دي ان دي ان، فانت لما تيجي تجيبها في الاخر هتلاقي نص ان في ان على الاي ان، صح؟ ده دوت الايه؟ الشغل الانترنال اللي حصل جوه نتيجه. شفت بقى الفواصول ريشيو وايجادات الماده حصل فيها ايه؟ فده الشغل الداخلي اللي فيها نتيجه للقوى الخارجيه. فده الورك الانترنال. طيب عندك الاكسترنال ورك بقى. اي اكسترنال ورك عباره عن نص البي في الدلتا اللي هو التوتال بقى الشغل الكل اللي موجود على الكاميرا بيساوي ايه؟ نص البي اللي موجوده على الكاميرا في الدلتا الكليه اللي قطعتها الكاميرا. تمام؟ المفروض ان انت لو جيت كملت الشغل الانترنال ده، يعني لو جيت كملت الدي يو المفروض انها تساوي الورك الايه؟ الاكسترنال ده. فانت لو جيت كملت الدي يو دي هنطلع نص بره وهتكامل ان ان دي ان على الدي في الدي. النص ده هيطير مع النص ده، ودايما احنا لما بنيجي نحط بنحط البي اللي موجوده بره بكام؟ بواحد. فبالتالي هنا لما تلاقيها بواحد يبقى الدلتا هتلاقيها بتساوي تكامل النورمال دي ال على الدي في الدي. ده دوت النورمال، ده حاجه بسيطه، لكن انت لو بتتكلم في مومنت هتخش بقى انك تحول المومنت ده لنورمال ستريسز وكلام من ده. فانا عايز ارجع للبرنسبلز ممكن اديله وقتين يبص فيهم، بس ده كان اكزامبل بسيط على الموضوع ده جه منين. طيب انا كده ضغطته عمل دلتا، مسكت ميفر ضغطته عمل دلتا. الاكسيال ديفورميشن بتاعته اللي هي دلتا دي اجيبها ازاي؟ اجيبها بالطريقه دي. طب افرض يا باشمهندس انا ما ضغطتوش، افرض انا اثرت عليه بشير، يا ترى الشير ديفورميشن بتاعته تبقى بكام؟ اثرت عليه بمومنت، اثرت عليه بتورشن. فكل الكلام ده اجيبه ازاي؟ قال لك القوانين بتاعتهم اهي. قال لك لو انا عايز اجيب الدلتا ان جنرال هتلاقيها بتساوي تكامل ان 1 ان او دي ال على دي في الدي. ده بالنسبه للنورمال. لو في شير، وخلي بالك الشير انواع، في منه كيو اكس على الجي في الاريال ديوز زائد تكامل في منه كيو واي تكامل. بعد كده بقى عندك المومنت ام اكس 1 ام اكس او دي ال على الدي اي زائد تكامل ام واي 1 ام واي او دي ال على الاي اي زائد تكامل التورشن بقى تي 1 تي او دي ال على جي في الاي بول. ده كان القانون العام بتاع التكامل اللي هو سوري بتاع الديفورميشن لو انا عايز احسبه. بس الكلام ده يحصل امتى؟ لو انا عندي الممبر 3 دي وعليه احمال من كل ناحيه، يعني عليه حمل كده وحمل كده ومومنت كده ومومنت كده وعليه توشن وعليه كل القوه اللي موجوده عندنا. بس انا لو عندي الممبرز بتاعتي في البلين فكل الاحمال بتاعتها كده. فانا لو رازم كروس سكشن للقطاع بتاعي هلاقي المومنت اللي عليه كده والشير اللي عليه في الاتجاه ده. فاذا كيو اكس دي مش معايا، يعني ان الشير يجي في الاتجاه ده ما يبقاش معايا، كل الشير نازل لتحت. والمومنت اللي هو اباوت واي ده مش معايا، لان كل المومنت اباوت مين؟ اباوت اكس. فبالتالي اقدر اطير الاثنين دول كده، مش باقي لي غير مين؟ باقي لي النورمال وباقي لي المومنت وباقي لي الشير. لو كل القوه بتاعتي فيرتيكال جرافيتي مفيش اي قوه اكسيال اقدر الغي النورمال. بس خلي بالك لو انت عندك لينك ممبر فكل القوه اللي عليه ايه؟ نورمال. فكل الديفورميشن اللي هتلاقيها فيها ايه؟ اكسيال، لان هو ما عندوش لا شير ولا
مومنت تمام. تيجي بعد كده للتورشن، لو انت ما عندكش تورشن على القطاع دايركت تورشن تقدر تشيل الترمينات تمام. هو الترمينات دي ايه اللي محتواها؟ محتواها القوة مقسومة على الاكسيال ريجيديتي. اكسيال ريجيديتي عبارة عن ايه في الدي. هنا مثلا لو شير الشير ريجيديتي اللي هي الشير مودرس موجوده في الاريا ريليف جي في تي ار، او المومنت مقسوم على الفليكشن ريجيديتي، او التورشن مقسوم على التورشن ريجيديتي تمام. فبالتالي هي دي محتوى كل القوانين كده. مش باقي غير المومنت والشير تمام. قال لك ايه بقى؟ قال لك بقى حسابات طويله وجدوا ان الشير ده قيمته تقدر اهملها بالنسبه للمومنت. لو انت فاكر في سنه ثانيه مدني قال لك ايه؟ قال لك ان قيمه الفليكشن ديفورميشن دي قيمتها 95% من التوتال ديفورميشن اللي موجوده على المبنى. يعني لو انا عندي كاميرا كده بالمنظر ده وعليها قوه كده دي، لو انت جيت حسبت ديت وحسبت دي لوحدها هتلاقي دي 5% من التوتال ودي 95% من التوتال. اذا انا اقدر اهمل الشيب ديفورميشن مقابل ان انا اكسبت اكيورسي كام؟ 95% تمام؟ يبقى لازم تكون عارف كده. بس ساعات في كيسز معينه دي ممكن توصل 95% ودي توصل 5%. ايه اللي يخلي دي توصل 95%؟ لو قيمه الشير اللي موجوده على الممبر قيمه عاليه جدا ودي ما بتحصلش كده. لو انا عندي دي بي عليها او عارفين الترانسفورت كلوز، لو انا عندي مبنى مبنى كبير مبنى كذا دور مثلا او فندق، دايما في الفنادق تلاقي حاجه اسمها ترانسفير فلو. تلاقي مثلا عندك المبنى تخشه كده تلاقي المكان واسع ما فيهوش عمدان، بعد كده المبنى يقلب كله عمدان فوق، يعني في عمدان اتزرع. فلما بنعوز نزرع عمدان بنزرعها على ايه؟ بنزرعها على جبل. فبنلجا ان احنا نعمل كاميرا كده دي بالمنظر ده تحت ما تلاقيش غير عمودين، تطلع فوق تلاقي هنا عمود وهنا عمود وهنا عمود وهنا عمود وهنا عمود. ممكن تلاقي العمود ده شايل 20 و30 دور كمان، فده دي بتتسمى ترانسفير جدا تمام. الكاميرا الدبس بتاعها اتعمل كده مش عشان المومنت، مش عشان عليها مومنت عالي، لا ده عشان عليها شير عالي، لان هي لو الدبس بتاعها مش كبير هتقطم تمام، هتفيل في الشير مش هتفيل في المومنت. فبالتالي انا متوقع ان هيدي شير عالي، فاذا الشير في فورميشن عاليه فلازم اقدرش اعملها هنا ولازم اخد الشير في فورميشن معايا في حسابات. فده كان توتالي كده موجز لموضوع دي الديفورميشن. انا هنا كاتب لك كل الكلام ده في الورق دوت، وكمان حلل لك مسالتين فيهم لعب كده، هم ما بيجوش في الامتحانات عموما بس تقدر تراجع بيهم على الجزء بتاع سنه ثانيه مثلا. بس طبعا كل مساله هتاخد منك وقت محترم، يعني عايزك تقعد عليها هتلاقي كل واحده مثلا فري ستاتيكال انترنال عايز تقعد تحل معدلات. تعالى بقى نيجي للمسائل اللي هي بقى في الامتحانات. الدكتورة هي بس حوالي عموما كلمة لازم انا احط السلندر كده في البوم كده، هو هيمنع بندنج واسمه في التورشن، هو هنحط كده حتى التورشن هيروح وين كده؟ السلندر التورشن هيعمل كده لو التورشن هيعمل كده والبندنج هيروح يجي عليها هيدور ولا يروح؟ بس خلينا كده حط كده التورشن يبقى هي البندنج يسمح بالتورشن ولا يمنع البندنج؟ يمنع البندنج. طيب انت بتقول هريليز صح؟ دي عندها اثنين صح؟ اكس ومين؟ اكس وبرد. بس هو اصلا ما فيش اي نورمال فورسز. فانت برضه لو جيت انتظرت وعايز تمشي عادي جدا هتلاقي النورمال بيصفر معاك. يعني انت لو مشيت نفس المشيه دي هتلاقي النورمال بيصفر معاك. ليه؟ هتيجي ترسم النورمال فورس دايجرام بتاع الشكل ده هتلاقيه بزيرو. تمام؟ وبعد كده تحط واحد طن النتيجه ريموف ريدندنت بتاعه تيجي تجيب الدلتا واحد بتاعته تلاقيها بزيرو. فبالتالي هعمل ايه؟ هختار المين سيستم بتاعي. لما المعضل كنت اشتغل
الجزء ده انا طبعا اشاره بتفرق، فاخدت النيجاتيف بره تمام.
بعد كده اول حاجه قلت نص ليه؟ لان المفروض دي اقول واحد على اثنين بي ار، فاخدت نص ايه؟ نص معايا جوه. اقدر اجيب الاريا بتاعت الشكل ده، الاريا بتاعت الشكل ده بتساوي ايه؟ 2.4 مضروبه في 3 مقسومه على 2، 2.4 في الحته دي مضروبه في 3 مقسومه على 2. وانا عندي المثلث ده ارتفاعه هنا 0.06. فلو جبت السي جي هنا هلاقيه مقابل ايه؟ 2 على 3 من الاوردنت ده، يبقى الكلام ده كله مضروب في 2 على 3 0.6 صح؟ انا عندي ده مثلث السي جي بتاعه على بعد تلتين الديستنس، وانا عندي الاوردنت ده مثلث وهنا 0.6، فتلتين ال 0.6 هو ده الاوردنت المقابل للسي جي ده. او نطبق خالص نمسح ال بكام؟ 3 على 6 وبعدين هفتح قوس 2 و4 0.6. تمام؟ ده لو انا ايه؟ لو انا بطلع. طيب زائد مين بقى؟ هل هقسم برضه نص؟ لا خلاص، ده بقى اي ار. تعالى بقى نشوف الشكلين دول ازاي نكملهم مع بعض. اول حاجه تعالى نمسك المثلث ده، هنعمله مع مين؟ مع شبه المنحنف ده. خلي بالك البدايه بتاعته كانت بواحد والنهايه بوينت 0، ده بزيرو وهنا ب 2.4. فهاجي كده اقول 2 على 6 افتح قوس، بعد كده 2 في 2.4.6 اللي هو الاوردنت ده مع الاوردنت ده، 0 في 0.6 مش معايا تمام، و0 في ده برضه مش معايا، مين ده هيخش معايا؟ 2.4 في 1. طيب كده انا خلصت من ايه؟ من المثلث مع شبه المنحرف. لسه باقي مين؟ البرابلة اللي هي دي اعمل فيها ايه؟ اجيب مساحتها اللي هي كام بقى؟ 2 على 3 في الدبس بتاعها اللي هو 1 في عرضها اللي هو 2 مضروبه في الاوردنت المقابل ليها. البرابلة دي السي جي بتاعها فين؟ نص نص المسافه. اشوف النص ده هنا الاوردنت ده بكام؟ اجي كده الاقي ده ب 0.6 وده ب 1، يبقى هنا دي بكام؟ 0.8. واقوم اقفل القوس بتاعي اللي هو الكبير بقى واحسب الحسبه دي بكام. هو الموضوع عايز تركيز. اول حاجه تركيزك في الاشارات، اشارات لازم يبقى فيها تركيز، لان بص دايما الغلطات بتبقى في الحاجات دي. نسيت اشاره دي رقم واحد، رقم اثنين كملت غلط، ضربت نص غلط، جبت مساحه غلط، ضربت في اوردرت غلط، كل الكلام ده ايه؟ بيودي ده. فبالتالي طبعا لو انت جبت دي غلط كل حاجه بعد كده بقى ايه؟ غلط يعني. دلتا وان او هلاقيها بتساوي بعد كل الكلام ده نيجاتيف 3.54 مقسومه على، وجبتها فانكشن خلي بالك في الاي ار. حاول كده ما تعوضش بالرقم ده، عوض بيه في الاخر خالص، لانك لو عوضته بالرقم ده هتلاقي ارقام كتيره ظهرت لك هنا، كل شويه تقعد تكتبها، عوض بيها وانت في الاخر خالص وانت بتحسب الايكويشن الفاينل اللي هي. بعد كده هجيب دلتا 1 1. ايه رايك دلتا 1 1 دي سهله؟ صعبه. واحد يجي يقول لي يا باشمهندس ده مثلث على طول اجيب الاريا بتاعته، الواحد في كام؟ في 5 على 2 واضربها في الاوردنت اللي هو 2 على 3 يبقى انا كده حليت المثلث. اقول له لا ليه؟ عشان ده برضه الاشياء مختلفه، الحته دي غير الحته دي، فلازم دي تقسمها لحتتين. فانا نجيب كده اول جزء، اول حاجه اطلع واحد كده نبدا نشتغل. تعالى نحل المثلث ده الاول، اول حاجه ده 2 اي ار حط نص تمام. عايز تشتغل بالمساحه هتقول ايه؟ 0.6 مضروبه في 3 مقسومه على 2، الاوردنت كام؟ 2 و3 2 على 3 0.6 2 على 3 من الديستنس. او اجيب ايه؟ اقول له ال على 6 يبقى 3 على 6 مضروبه 2 في 0.6 في 0.6 بس. يعني دي ممكن تبقى ايه؟ ممكن كده 3 على 6 مضروبه في 2 0.6 0.6 بس تجيب نفس الحاجه تمام؟ يعني احط دي او احط دي براحتك، عايز تجيبها باي طريقه اللي تعجبك. تعال نجيب بقى شبه المنحرف. شبه المنحرف مش هيبقى مضروب في نص، تعال نكمله كده مع نفسه. الديستنس بتاعته عباره عن 2 على 6 افتح قوس. لما كان الشبه المنحرف مع نفسه يبقى 2 في 1 في 1، يعني 2 في 1 سكوير.
وبعدين 2 في بوينت 6 في بوينت 6 2 في بوينت 6 سكوير وبعد كده بوينت 6 في 1 و1 في بوينت 6 يعني تقدر تقول 2 في 1 في بوينت 6 لا مش بوينت 6 سكوير بص بقى 1 في بوينت 6 زي بوينت 6 في 1 اللي هو 2 في بوينت 6 فده عشان كل الحاجات دي تتطبق في الوقت ده احسبها هلاقي دلتا 1 1 طلعت معايا 1.487 على دلتا 1 انا عارف ان الحسابات دي بتبقى ممله بس ايه شاطر اللي رد فيها اجي بقى عوض القانون بتاعنا اللي هو دلتا 1 4 زائد اف 1 دلتا 1 1 بيساوي دلتا اللي هي دلتا 1 4 انا لسه جايبها بنيجاتيف 3.54 على الام ار زائد اف 1 في دلتا 1 1 اللي انا لسه جايبها 1.487 على الاي اي السؤال بقى هل القانون اللي انا كاتبه ده صح ولا غلط؟ ايه في يا جماعه؟ حد بيلعب كده ولا ايه؟ انا دلوقتي عندي القانون ده صح ولا غلط؟ لا صح ليه؟ الزيرو ليه المفروض تبقى كام؟ دلتا يعني المفروض هنا دي ما تبقاش بزيرو لان طالما في سبرينج اكيد في دلتا طيب حد عارف الدلتا اللي في السبرينج دي تبقى كام؟ تعالى كده نجيب اكزامبل سهل لو انا عندي كاميرا كده عليها في كده وعليها سبرينج كده هل ينفع اقول دلتا 1 4 زائد اف 1 دلتا 1 1 بتساوي 0؟ لا بيساوي ايه بقى؟ الدلتا اللي موجوده في السبرينج الدلتا دي طب الدلتا دي المفروض بتساوي كام؟ هو انا هو اللي في السبرينج مقسومه على الكي بتاعت السبرينج يعني اقدر اشيلها واقول انها عباره عن الاف على الكي بس خلي بالك بقى يعني اذا الاف دي هي الاف دي انت عايز تجيب القوه اللي في السبرينج صح؟ بس انت شلت الدلتا وحطيت مكانها ايه؟ الاف على الكي بس خلي بالك ان انت بتجيب القوه اللي هي الاكشن صح؟ مش بتجيب اللي هي الاكشن تمام؟ ايه اللي عمل الدلتا دي؟ اف كانت نازله لتحت تمام؟ عملت الدلتا دي فانت المفروض ما تحطش اف تحط نيجاتيف اف تمام؟ ليه؟ لان الدلتا نازله لتحت والقوه اللي انت بتجيبها ايه؟ طالعه لفوق انك انت بتجيب الرياكشن وليس الاكشن فلازم دي دايما تبقى ايه؟ نيجاتيف لانك انت بتجيب الرياكشن الريدندنت اللي بره وليس الاكشن اللي موجود في السبرينج او بمعنى اخر انت عندك الدلتا طالعه لفوق وانت فرض القوه لقيتها تحت فلازم دي تبقى بالنيجاتيف نفس الكلام لو انت كان عندك روتيشنال سبرينج هنا مثلا عامله كده فانت عندك ده عايز يلف كده الزيتا بتاعته لكن ده الاكشن بتاعه ازاي؟ ام بتاعته كده فدايما برضه ده لو هاجي اشيل ده لا مش هيبقى بزيرو هيبقى بام على كي بس نيجاتيف ام تمام فده ده دايما نيجاتيف ام على كي او نيجاتيف اف على كي تمام طيب اذا دلوقتي خلي بالك الام دي برده الاف دي ام انا بس ايه يعني المفروض انا كنت بحاول اشتغلت وقلت ايه دي سيتا 1 او ودي سيتا 1 1 وبعدين دي ام فما سيتا 1 او سالب ام في سيتا 1 1 بيساوي سالب ام على كي طب انا عايز اكتب القانون الصح يعني مثلا تفرق يعني سيتا 1 او زائد ام سيتا 1 1 هيساوي سيتا وشلت السيتا خليتها ام على كي يعني دي ام ودي بقى نيجاتيف ام على كي المعادله دي القانون الوحيد اللي فيها ايه؟ هتقول لي يا باشمهندس انا مش عارف الاي اي ومش عارف الكي ومش عارف الام هقول لك لازم تجيب كده جيفن في المساله الاي اي والكي بكام؟ هتقوم تعوض بيهم تجيب الام بعد ما تحسب الام هتلاقيها طلعت 0.07 طب افرض جه طلب منك طلب اضافي في المساله قال لك انا عايزك تحسب لي الروتيشن اللي حصل في السبرينج ده هتقدر تحسبه؟ اقسم الاف اللي انا جبتها على كي اعرف السيتا اللي حصلت واجيبها بالراديو قول له يا لفت قد ايه انا اجي هنا اقول السيتا هتساوي 0.07 على 210 اللي انت جبتها لي قول له بتساوي كذا كذا راديو باشمهندس بالنسبه للسبرينج مش هي على حسب انا فرض الرياكشن ازاي؟ يعني انا فرض الفورس انا عايز بقى في حاله المومنت هنا
هنا دوت بص انت لو فارق دوت في الاتجاه ده بص انت مهما عملت يعني السبرينج دوت انت عامله كده وانت بتقول فيه كده هو رد الفعل بتاعه عامل ازاي عكس فهو دايما عكس مهما عملت يعني انا هقول لك حاجه انا عندي سبرينج كده تمام انت فارض ان القوه الرياكشن اللي هي موجوده هنا ده معناه ان السبرينج كان فيه قوه عامله ازاي كده عامله كده فدول اللي انت كنت فارض الرياكشن العكس يبقى اكيد ده كان عامل كده فدايما هو عكس الرياكشن اللي موجود تمام انا عندي ممبر مبسوط يعني عندي لينك ممبر كده تمام هو لو في رياكشن هنا في الاتجاه ده يبقى اكيد الممبر ده فيه كومبريشن ولا تنشن كومبريشن لازم كان يبقى فيه قوه عامله كده طب افرض كان نفس اهو وكانت كده ده معناه ان الايه ان اللينك ممبر ده كان فيه تنشن فاكيد الانترنال عكس الرياكشن تمام دي حاجه اكيده نفس الاتجاه واحد طن متر انت لاقي يعني بوينت او 7 دي طلع من طول طيب وقت الغير فين خلصت؟ طيب هو بقى طلب مني ايه رسمه المومنت الفاير هي كده حد عارف ايه الفاينل هتساوي ايه في قانون كده كنت انت عارفه زمان بيقول لك ان الام فاينل عباره عن الام اوريجنال زائد الام اللي انت جبتها مضروبه في الاحوال ده القانون بتاعك يعني هعمل ايه؟ هجسم الفريم ده تاني ادي المومنت الفاينل هيساوي ام او ام او هنا ب 0 زائد بوينت او 7 اللي انا جبتها مضروبه في ام 1 اللي هي 1 يبقى اذا هنا انا عندي بوينت او 7 وامسكهم بقى اوردينيت اوردينيت هنا وهنا عندي ده طبعا ب 0 لان هو هنا ب 0 وهنا ب 0 فلازم المومنت ده يطلع ب 0 بعد كده اجيب القيمه اللي هنا هلاقيها تقريبا ب 2 بوينت وانا احلها كده بطريقه ثانيه خالص يعني انت تقدر تحط اي جنسيس اللي انت عايزه انا مثلا فرضت ان السيستم انا قطعت كده فظهر توشه فانت رحت حطيت مكان القطعه اللي انا قطعتها توشه واحد طن هنا انت ممكن تفرض اي سيستم انت عايزه انا مثلا افرض السيستم بتاعي خلي بالك المساله دي عليها توشه فكل الالكترون بروسس توشه ما فيهاش لا كومنت ولا شيب ولا دوت ولا اي انا هفرض مثلا ان الليك سيستم بتاعي اهو بص كده ده معناه ان بقول لك دي ليها اثنين اي بولر ودي ليها اي بولر ودي ليها اثنين اي بولر بص كده اول حاجه هحط ده مين سيستم اللي هجيب له تي او فانا عندي هنا تي وعندي هنا تي كيو ايه رايك في نفس الرياكشن الموجود هنا ده لو طلعت فاونديشن التورشن هيبقى زيرو فاذا انا عندي التورشن هنا بزيرو فلو جيت رسمت التورشن الفورس دايجرام زيرو 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 لحد ما اطلع هنا موجب ولا سالب؟ موجب ايه؟ طالع من القطاع فبالتالي موجب هفضل ماشي لحد ما الاقي لحد ما الاقي نهايه فاهم كل ده موجب تورشن يعني كان الحته دي ايه؟ بتشد كده والحته دي زيرو والحته دي زيرو طيب ده بالنسبه للتي او طب تعالى نجيب التي 1 ايه التي 1 دوت انا شلت الفيكس ده احط مكانه كل الريدندنس ان انا ايه اللي عندي فبالتالي انت هتحط نورمال والشير والمومنت والتورشن بس انا عارف ان النورمال والشير والمومنت كل دول ايه الاو بتاعهم بزيرو التورشن هو الوحيد اللي فيه تي او فبالتالي احط التورشن وافرض مثلا ان هو كومبريشن يعني ده كده دول تمام طيب انا عندي دلوقتي هجيب التي 1 انا عايز اجيب التي 1 فهفرضها انها ب 1 طن متر بالشكل ده يبقى هنا هنا الرياكشن بكام؟ برضه ب 1 طن كل ده كومبريشن يبقى اذا يبقى
كله نيجاتيف في المنظر ده واحد نانو متر وده واحد نانو متر على الشكل ده. تعالى بقى نجيبنا واحده واحده كده. دلتا 1 عباره عن تكامل تي 1 تي او تي ال على الجي في الاي بول هيساوي 1 على الجي في الاي بول. تعالى بقى نمسكها بقى واحده واحده. انا عندي ما عنديش غير تورشن غير على الجزء ده اللي هو عنده اي كولر بس ما عندوش اثنين اي كولر. انا عايز اجيب مساحه الشكل ده يبقى تي مضروبه في تي مضروبه في تي. الاوردنت اللي تحت كام؟ واحد. يبقى اذا انا عندي تي البي مقسومه على جي في الاي كولر. طب تعالى نجيب دلتا 1 1 تكامل تي 1 تي 1 دي ال على جي في الاي كولر. ايه رايك؟ ده كله مره واحده كده واضرب واحد في الناس كله لازم اقسمها. هياخد واحد على جي في الاي بولر. خلي بالك بقى الجزء ده ليه اثنين اي بولر فالمفروض لما اقول واحد يبقى واحد على اثنين جي اي بولر. فهخليها نص دول. وعشان هما حتتين قد بعض هما في كام؟ في اثنين. تعالى بقى نكمل الجزء ده بس. هيطلع معايا واحد في كام؟ واحد في ايه؟ والاوردنت بتاعه كام؟ واحد. ازاي؟ تعالى بقى نجيب الجزء ده عباره عن ايه؟ واحد في بي مضروبه في واحد. فانت لو جبت الاثنين دي هتطير مع الاثنين هيبقى ايه؟ زائد بي مقسومه على جي في الاي بول. تعالى بقى نعوض بقى في القانون بتاعنا اللي هو دلتا 1 او زائد تي بقى انا عايز اجيبها دلتا 1 1 بتساوي 0. دلتا 1 او انا لسه جايبها تي بي على جي اي بول زائد تي تي 1 تعالى نسميها تي 1 مضروبه بدلتا 1 1 هي A بلس B على جي اي بولر بيساوي 0 قسم على جي اي بولر يبقى على تي 1 هتساوي كام؟ خلي بالك بس عشان احنا دي نيجاتيف. بص انا دايما بعمل ايه؟ دايما وانا بحل بطلع رقم ده بوستيف اللي هو التي ده. ازاي؟ بان انا اخلي الشكل ده بوستيف والشكل ده نيجاتيف او ده نيجاتيف وده بوستيف. فاول ما دوت ما يطلع لي رقم نيجاتيف على طول اشوف نفسي ان انا هسيب ايه؟ اشاره. لكن انت لو ماشي على عماد كده مش مسستم نفسك ممكن حاجات كتير قوي تعمل. تمام؟ يعني دايما بخلي ايه؟ يعني دوت طلع لي بونجا كنت رحت كنت فارض ده سالب كنت رحت مسحته وخليته كومبريشن فبقى سالب عشان لما تكامل بونجا مع سالب الرقم ده يطلع لك سالب. فلما السالب هنا توديه الناحيه الثانيه يبقى بونجا يبقى الناتج الفاينل يطلع لك في الاخر بونجا. طيب هاجي اجيب تي 1 الاقيه طلع لي عباره عن تي ممكن فوق شويه شويه دي مقسومه على ايه بلس بي. خلاص انا جبت بس التي بس يبقى اذا انا عرفت قيمه التورشنال رياكشن اللي موجود هنا. بص مع الاتجاه ده انتوا كام؟ تي في بي مقسومه على الاي بلس بي. طب انا لو جيت عايز اجيب التورشنال رياكشن اللي موجود هنا تي في بي مقسومه على الاي بلس بي. طيب تعالى كده نرسم التورشنال فورس دايجرام. لو انا جيت هنا هقطع ولا انزل؟ وامشي وبعدين هقطع ولا انزل؟ هقطع كام؟ حد يقدر يقول لي كام؟ لا يعني الاوردنت اللي هنا اللي هيبقى كام بقى؟ تي ناقص تي بي على ايه بلس بي هيطلع لك في الاخر تي ايه على ايه بلس بي. يعني لو جمعت الاثنين دول على بعض هيدوني تي. هفضل ماشي كونستنت لحد ما الاقي التي دي بتنزل وبعدين همشي كده هيطلع لي ده شكل التورشنال فورس دايجرام. مش ممكن تصور بوزيشن اصلا؟ ايه؟ مش ممكن تعمل سوبر بوزيشن؟ ايه اللي تعمل سوبر بوزيشن؟ فاينل تورشنال مومنت دايجرام. ماشي قصدك يعني عايز تجيب ده زي ده اه براحتك انا بس برسمه من الرياكشنز. انا بدل ما اقعد كل شويه اقول تي هتساوي تي او زائد التي 1 اللي انت جبتها او الاكس اللي انت جبته مضروب في تي 1 واقعد اعملها في كل اوردر انا ارسمها بالشكل كده. فانا لما اطبق القانون ده مره هنا ومره هنا ومره هنا ومره هنا حليتها بالشكل. معلش هو كونسيستنت انفورميشن كده يا جماعه بيبقى فيه بس هو شويه مذاكره مع شويه مراجعه. هو خلي بالكم بسالكم